ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، قام فريق تطوعي في ريف حما بتعقيم الدوائر الحكومية والسيارات العابرة ضمن الطرقات والحافلات والمحلات التجارية التي سمح لها بمزاولة أعمالها. قمنا بتعقيم جميع المحلات المفتوحة والسيارات والدوائر الحكومية، وقمنا بعملنا بأكمل وجه. الشباب ما شاء الله عنهم ما قصروا. بحب وجه رسالة أخيرة للشباب عندنا هون وللأهالي كلها بشكل عام، مشان أنتوا تضلوا بخير ونحن نضل بخير، خليكم ببيوتكم هالفترة، فترة قليلة وتمرق بتعدي على خير، وبنخلص كلياتنا وأنتوا بترتاحوا ونحن بنرتاح، والله يسلمنا جميعا ويسلم هالبلد ويحمي هالبلد. عقمنا المركبات إن كان سيارات دراجات نارية، محلات المجبورة تفتح ضمن هالظرف هذا، سوبر ماركت، محلات تجارية بشكل عام والدوائر الحكومية. قمنا بتعقيم الأسواق والمحلات التجارية يلي ظلت مفتتحة، وقمنا بتعقيم السيارات والسرافيس والباصات، وضلينا ضمن السوق كرمال بلدنا، نحمي بلدنا ونحمي شعبنا ونتصدى لهذا الفيروس. رسالة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيعهم على النظافة والبقاء في المنزل.